أتمنى من كل بنت لمدة دقائق فقط ادخلي هذا المكان. ما هذه الدنيا بدار قراري، حكم المنية حكم المنية حكم المنية في البرية جاري. ما هذه الدنيا بدار قراري، حكم المنية حكم المنية. إلى كل بنت، إلى كل من عصت الله سبحانه وتعالى، إلى كل من تنام عن الصلوات، إلى كل من تسمع الأغاني، إلى كل من تعاكس الشباب وتكلم الشباب، إلى كل من رخصت نفسها أمام الشهوات والقنوات، والله سوف يأتي يوم الأيام وتوضعين في هذا المكان شئت أم أبيت. توضعين في هذا المكان وحيدة، لا جليس ولا أنيس، فماذا تقولين لله؟ يا من جعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك ولا تبالين بنظر الله سبحانه وتعالى. سوف يأتي يوم الأيام وتغسلين. حكم المنية حكم المنية حكم المنية في البرية جاري. هل فكرت في يوم الأيام أنك راح تكونين في هذا المكان وتوضعين في هذا المكان وتكفنين بخمسة أكفان؟ ليش الآن كثير من البنات في الزواجات إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى تعري نفسها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يا الله، تخيلي تكفنين بخمسة أكفان ولا سترت نفسك في الدنيا. فهذه رسالة إلى كل من فسخت نفسها وعرت نفسها في الأعراس والزواجات، أقول الله احذري. الآن الغصن إذا طاحت أوراقه أين مكانه؟ في النار، ويكون حطر. فكذلك البنت إذا عرت نفسها في اللبس العاري، وين قيمة حيائها؟ فحياء المرأة والله هو دليل على إيمانها بالله سبحانه وتعالى. فأنا أقول انتبهي، الآن نحن في أيام أعراس زواجات تكثر المعاصي والفتن إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والله قد يأتي يوم الأيام، والله كم من عروس أعرفها لبست الكفن، لبست الكفن قبل ثوب الزفاف. فلا تغتري في هذه الدنيا، هذه الدنيا قصيرة، وإن عظمت هذه الدنيا وإن طالت في عينك هذه الدنيا فوالله إنها قصيرة وإن أيامنا محدودة. إلى كل فتاة تنمص حواجبها، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وهذه رسالة إلى المشاغل النسائية، كم يحصل في المشاغل من ذنوب ومن معاصي ومن تعري؟ فقل اتق الله سبحانه وتعالى، لا تأكلي حرام.